ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الإفاضة الدفع من عرفات إلى منى، لكنك ستتوقف عند المشعر الحرام في مزدلفة. المشعر الحرام مكان في مزدلفة يسن أن تقف عنده، لكن إذا لم تقف عنده فمزدلفة كلها موقف، ومزدلفة لها ثلاثة أسماء: مزدلفة وجمع والمشعر الحرام يطلق عليها تغليبا، ولكن في التحرير مشعر حرام جزء من مزدلفة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجه لما وقف عند المشعر الحرام: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، أي ليس هناك معنى للتصارع كي تقف عند المشعر الحرام بنفسه. وقفتها هنا وجمع كلها موقف، يعني قفوا حيث شئتم في أي مكان ما دمتم في مزدلفة. ولا يخفى عليكم أن مزدلفة كلها حرم، كلها حرم، مزدلفة كلها حرم. فمعنى ذلك أنك إذا صليت في مزدلفة فالصلاة فيها بمئة ألف صلاة كالصلاة في مكة عموما. الجمهور على أن مكة ومنى بكاملها ومزدلفة كل ذلك حرم. ولا يخفى وسيأتي بيانه أن القرشيين وكانوا يطلق عليهم الأحمسيون، الأحمسيون هم قريش، كانوا إذا حجوا لا يخرجون من حدود الحرم، إنما ينطلقون من مكة إلى منى يوم التروية ويوم عرفة، ينطلقون من منى إلى نهاية مزدلفة ويقولون نحن الأحمسيون لا نتجاوز الحرم، لا نتجاوز مزدلفة إلى عرفات. فكان جبير بن مطعم أو غيره من الصحابة يرقبون النبي عليه الصلاة والسلام في حجته، ينظرون ماذا سيفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه، هل سيسير على نهج الأحمسيين الذين لا يتجاوزون مزدلفة أم أنه سيتجه إلى عرفات. فلما خرج النبي من منى إلى مزدلفة في طريقه إلى عرفات كل يرقب ماذا سيصنع رسول الله، هل يتصرف تصرف الأحمسيين أم أنه سيتجه إلى عرفات وبعد يفيض من عرفات إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى كما يفيض الناس. فكل كان يرقب حركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة فقال بعضهم ما يريد هذا الرجل إلا أن يخالف في كل شيء، حتى خالف قومه الأحمسيين. تجاوز النبي مزدلفة ووصل إلى حدود عرفات، ضربت له قبة بنمرة التي هي على حدود عرفة، وبعد الزوال دخل عرفات صلى الله عليه وسلم.